السلام عليكم ورحمة الله. بعد ما عرفنا إن الخطوة الأولى للخروج من الأزمة الاقتصادية الطاحنة هي الإنفاق في سبيل الله ومساعدة المحتاج، جه الدور دلوقتي علشان نعرف الخطوة الثانية، وهي الوقوف في وجه جماعة من الجشعين المستغلين لحاجة الناس، المستفيدين من عوزهم، الذين يأكلون الربا. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يعني ايه الربا؟ الربا في اللغة هو الزيادة، ويقال ربا الشيء إذا زاد ونمى. أما الربا في الشرع فهو الزيادة على أصل المال لا يقابلها عوض. وخلونا ناخد مثل علشان نفهم معنى الربا. كان الرجل يبيع للرجل قطعة أرض أو فرس أو ما شابه بالأجل، فإذا حل الأجل ولم يستطع المدين السداد، قال له الدائن: إما أن تعطيني حقي الآن وإما أن تربي. وده معناه يزيد في الثمن ويطيل في الأجل، وهو ما يعرف بربا النسيئة أو ربا الدين. وهناك نوع آخر من الربا يعرف بربا الفضل أو ربا الزيادة، ويكون في 6 أعيان، وهي الذهب والفضة والبر المعروف بالقمح والشعير والتمر والملح. ودعونا نأخذ مثالا للتوضيح. نفرض أني فلاح أملك قمح رديء، وأنت فلاح تملك قمح جيد، فأأتي إليك وأقول: خذ إردبين من القمح الرديء وأعطني إردب واحد من القمح الجيد، فهذا محرم ويعرف بربا الفضل. أو أن امرأة تملك مثلا 100 جرام من ذهب قديم، وتريد أن تستبدله ب50 جراما من ذهب جديد، فهذا ربا الفضل وهو محرم. جاء بلال إلى النبي صلى الله عليه وسلم بتمر برني، وهو من أجود أنواع التمور، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أين هذا؟ فقال بلال: اشتريته صاعا بصاعين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوه، عين الربا ولا تقرب. فماذا نفعل لنخرج من هذا المأزق؟ نبيع أولا ما نملك ونقبض ثمنه، ثم نشتري ما نريد، أو نقايض شيئين من جنسين مختلفين، كما نقايض الذهب بالفضة والتمر بالبر وهكذا. الذين يتعاملون بالربا أخذا وعطاء، ويأكلون السحت ويأكلون الحرام، لا يقومون في الآخرة من قبورهم إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من الجنون، فيقومون ثم يسقطون ثم يقومون ثم يسقطون، حيارى وسكارى ومضطربين، ذلك بأنهم قالوا: إنما البيع مثل الربا، كلاهما حلال ويؤدي إلى زيادة المال، وهذا لا يكون إلا من جاهل أو متجاهل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بين يدي الساعة يظهر الربا والزنا والخمر. وانظر معي وتأمل، من ضلالهم وغيهم جعلوا الربا هو الأصل، ثم شبهوا البيع بالربا. كلا أيها الكذابون، أحل الله البيع وحرم الربا. أحل الله البيع لما فيه من مصالح ومنافع وحاجات، وحرم الربا لما فيه من الظلم والفساد وسوء العاقبة والعقاب. فمن باع ثوبا يساوي درهم بدرهمين، جعل الثوب مقابل لدرهمين. أما من باع درهم بدرهمين
فقد أخذ الدرهم الزائد دون مقابل ودون عوض، وكأن الربا يقول لصاحب المال: لا داعي للعمل، استرح وأقرض بالربا. فمن بلغه نهي الله عن الربا فارتدع فله ما مضى ولا إثم عليه قبل التحريم، وأمره إلى الله يعامله بفضله وعفوه وكرمه. ومن عاد إلى الربا مرة أخرى بعد أن علم فقد استوجب العقاب وقامت عليه الحجة. ومن عاد ولم ينتهي عن أكل الربا جوزي بالأول والآخر. فأولئك البعيدون عن رحمة الله أصحاب النار الملازمون لها، هم فيها خالدون. جزاكم الله خيرا. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار.